رحمة بين الورى صحب الرسول وموئل الإحسان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قصة صحابي. عرفنا من هو الصحابي وأنه الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا الفضل العظيم والمنزلة الكبرى التي نالها الصحابة رضي الله عنهم هي محض فضل الله عز وجل، ولما علمه جل وعلا من طيب قلوبهم وزكاء أعمالهم وصلاحهم لتبوؤ هذه المنزلة الرفيعة العالية. إنهم خير الناس بعد الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة زكاهم الله تعالى في كتابه وبين عظيم منزلتهم، بل زكاهم الله ووصفهم بالجميل في كتب المتقدمين من النبيين صلوات الله وسلامه عليه. استمع إلى الآية التي وصف الله تعالى فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا هو الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في التوراة. أما مثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يقتصر ثناء الله تعالى عليهم في القرآن الحكيم، بل أثنى الله عليهم في كتب النبيين المتقدمين، فهم خير الناس بعد النبيين صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. والله تعالى أثنى عليهم في كتابه بجميل مواقفهم وصالح أعمالهم، فذكرهم الله تعالى بذكر ما نالوه من رضاه، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن رضي الله عنه فقد فاز فوزا عظيما وسبق سبقا كبيرا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قبلهم الله وأحبهم وكانوا محل قبول منه جل في علاه، فنالوا بذلك رضاه وأرضاهم عنه جل في علاه، فرضوا به ربا، رضوا به إلها، رضوا به بأسمائه وصفاته، رضوا به جل وعلا حاكما فيما شرعه وقضاه من أحكامه الدينية وفيما قضاه وشرعه في أحكامه القدرية. نعم، الصحابة الكرام رضي الله عنهم تبوأوا منزلة عالية، لكن كيف تثبت هذه المرتبة؟ كيف نعرف أن فلانا صحابي؟ نعرف أن فلانا صحابي بالتواتر والنقل المتواتر أن فلانا صحابي كصحبة أبي بكر، صحبة عمر، صحبة عثمان، صحبة علي، صحبة خديجة، صحبة عائشة، صحبة سائر زوجاته. هذا بالنقل المتواتر الذي نقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو من الأمور المتواترة التي لا تقبل الشك في ثبوتها، ولا يتردد المؤمن في أن الخبر بالصحبة قد ثبت لهؤلاء. إذن الطريق الأول النقل المتواتر، الثاني الاستفاضة الاشتهار بأن فلانا من الصحابة، الثالث يشهد أحد الصحابة بأن فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع أن يشهد التابعون
بأن فلانا من الصحابة. هذه طرق تثبت بها الصحبة. هل هناك كتاب جامع لأخبار الصحابة وأسمائهم؟ الجواب لا، لأن أكثر الصحابة لم تدون أسماؤهم، بل كثير منهم لا يعرفون، وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى به أمم كثيرون آمنوا به، حتى إن جابر رضي الله عنه في وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: فنظرت ما بين يدي وعن من راكب وماشي إلى مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا الجمع الغفير الكبير الذي صاحبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يجمعهم ديوان، لم يجمعهم كتاب، ولذلك خفيت أسماء كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم لم تعرف أسماءهم، إنما عرف منهم جماعة، والغالب في المعرفة لمن رووا عنه ونقلوا أخباره صلوات الله وسلامه عليه، وهم عدد قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد المؤمن أن يتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هناك مراجع ومصادر محددة لمعرفة من هم الصحابة وما أخبارهم ومسيرهم؟ نعم، هناك جملة من الكتب اعتنت بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أخبارهم، فمنها ما كان خاصا بالصحابة دون غيرهم، كالإصابة لابن حجر رحمه الله، فإنه خص هذا الكتاب ببيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جملة من أخبارهم. الاستيعاب كذلك من الكتب التي جمعت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من الكتب المتأخرة التي حوت قصصا وأخبارا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياة الصحابة، كتاب جيد مفيد وسهل العبارة لبيان ما كانوا عليه من أخبار وقصص رضي الله عنهم. وسير أعلام النبلاء من الكتب الموثوقة التي حوت جملة من أخبار الصحابة رضي الله عنهم، لكن سير أعلام النبلاء معلوم أنه كتاب لا يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من طبقات الأمة إلى القرن السابع الهجري. إذن هذه بعض المراجع والمصادر التي تعرف من خلالها سير الصحابة، ويعرف من خلالها ما كانوا عليه من طيب الأفعال وكريم الخصال، وتذكر تلك الأحداث التي مرت بهم وشاركوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم فيها من المواقف ما حفظ ودون وسجل. العناية بسير الصحابة رضي الله عنهم تفتح أبوابا من العلم كثيرة، ولذلك اعتنى العلماء الأجلة والأئمة العظمى على مر العصور وعبر التاريخ وتعاقب الليل والنهار بسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيانا لها وذكرا لما كان من أحداثها وتسجيلا للمواقف التي مرت بهم، وكذلك ردا عنهم وذبا عما نسب إليهم مما لم يصح ولم يثبت عنهم رضي الله عنهم. هذه جملة من الأمور المهمة التي نحتاج إلى معرفتها عندما نطالع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة إلى هذه المعلومات المفرقة المختصرة التي أجملتها في هذه الحلقة بين يدي ما سنتناوله من سير أصحاب النبي الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم السير على هدي النبي القويم صلوات الله وسلامه عليه، أن يرزقنا وإياكم السير على صراطه والاستمساك بسنته والاتباع لهديه، وأن يحشرنا في زمرته. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم قصة صحابي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.